لو يلقاك كافر في الطريق ويسأله. نعم. لو سكان برام نسخاف يزنو وتشبين زن فنينو أبو العالمين زن قوي بستبطة أنت نينو يقول هل أنت مسلم؟ لما تنينو زن زوي مبينو السلام ماذا تقول؟ إذا تتنينو تقول نعم أنا مسلم مزبوات مسلمينو إذا أبين السلام يقول لك ما الفرق بين المسلم والكافر؟ لماذا تبان تنيني زوي يلون زابط زي ما بيابك أن يتوي بين السلام سينتبين زي ما نبينونا كافير زن كيف نعرف أنك مسلم؟ بيابك زن لبان تنيني أولا نخطار نخوي أنه بين السلام وبيابك نوع من الكافر. هل يوجد فرق بين المسلم والكافر؟ مو في المسلم مرة ما بيابك زابط يتوي مسلم بين السلام سيرو كافير أو لا يوجد؟ ساتش مسلم زابط زن يوجد أو لا يوجد؟ ممتنسك زن شيخ ممتنسك شيخ زي نعم يوجد فرق بين المسلم والكافر إذا فواز تنين فميسي مبيابك في مسلم سن كافر تشبين المسلم يعبد رب واحد سبحانه وتعالى في مسلم ديمانوبو تنبتوكنا دي الله سبحانه وتعالى لا يشرك بالله شيئا سمنا بجاني الله سبحانه وتعالى بنزا بجافة يتفكر في مخلوقات الله هذه دينك سي ما كفاك زبوالي الله سبحانه وتعالى عندما ينظر في هذا الكون البديع يقول والله لا يمكن أن يكون لهذه المخلوقات إلا خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى ممتاز أنا في سنزاني زميجير ينرو كارزا سكارزا زبوالي تسفيت ومتعالي تنين هذه شانيز دي مميجي كونا تنسين كوي تسفيبه تبصيب لو ميسي زابطة حافة من دعم نسي من دين زابطة ريتي تشكره وقسم ريتو بطوكنا الله سبحانه وتعالى زي زن دي ولما نتحين زي لا يوجد إنسان على وجه الأرض مسلم أو كافر إلا ويعلم في قرارة نفسه أنه مخلوق وليس بخالق تميس تريني زابطة زي أفتارة فما بيابك أني في الإسلام سني كافر إيتم بنتان زانيا أفشل نعلم زي كوي أنا كري زي ميسو لنا كري زي ما ميتا كتارا أنا إنسي فا تسيب لبيتي إس زبابا حافا إس زبابا حافا إزي ما نجيجا أنا فين زي نقول بيرو نفاق بيرسي زبابا ريتا زبابا ريتا تسيكا ماسو أفشي الله كبرا ومبيتا كانا تنفوس سينا زبابا زي دي فما بيابا كنو تانا ني كافيريا أنا أبما بيرو سلام حتى فرعون يعرف أنه مخلوق وليس بخالق مع أنه ادعى أنه رب نديا فرعون زويزيا ديا ما تصاب زنزابا جزان ما تصاب بيريس فايز دي زبقاء أني فايز ديني لما يمتعيز ديني أني سن ملازا قوي إز زنهار لاز إز تمدريو أن ديب نسيريو تنبع الفايفان تمزيفتون قوي إز زنهار فقوسا أو فارا زنزي نتصاب بينا فا زبقاء الله سبحانه وتعالى فإذا أنا مخلوق لابد أن أقوم بشكر الخالق المتفضل الذي خلقني ورزقني. كروت سقفات بزاف فوي زاو ديني سني زربار نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزاب جزي تكينام وديني فنقصتهنا أن يلي بحار يلي تنبو الله سبحانه وتعالى بنمية جرام الصنجوالي بنمية سقفات إذن الفرق بين المسلم والكافر هنا الآن عندنا في الاعتقاد كالإسلام سيسيا مثلا بواسطة ما بيحبك أن يبين بين السلام سيرو كافر زي تشبيما دي أطمي اعتقاد زنوي رفوت بينو هذا الفرق الأول إن زنا بالنا نو في أفاحنا فروان إن لما بيحبك سيكم لكافر أني أعتقد أنني مخلوق وأن الذي خلقني هو الله سبحانه وتعالى فمن سعنو في الدنيا نو تتيرك أنا تنفو فنانا نزفنو نزفوي زاد زبوار الله سبحانه وتعالى أرديا تبوك الله سبحانه وتعالى رب واحد سبحانه وتعالى تبوكنا يجي الله سبحانه وتعالى نعم.